خويا والحمام شد الريح صاحبي 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 كنا هنين كنا متفاهمين هني غلاين يا لطيف يا لطيف من العين شف يا رمز تحلق وطر الفرح وش تشد وش غادي نشد وش تشد وش تشد وش تشد هو كان هنا وش تشد ايه كان هنا وكبر معانا واليوم خلانا السلام عليكم بوني الشوخ من اللي جي خلصي ادخل يمنا حد دقوية ديال الكوزين دالية العطرية يا كختي هلش دال العطرية ده 600 ديال العطرية ديال ده وتمت العملية بنجاح. السلام عليكم الشباب ورقة ديك الله يخليك واش حال قديمة صاحبي باقي شي واحد دابا كيدير شي ورقة راه كلشي دابا ولا في موقع وان اكس بيت توصلك 2600 درهم في التليفون حتى ورقة ديال الطوبيس اش من وان اكس بيت لا انا هابطه هنايا ايوا زيد معايا نوصلك راه انا غادي يلا في غادي عندك تفرج مان سيتي وليفربول يلا يلا غنتفرجها من التليفون لا صاحبي هذا ماتش حضوري ولا تقعد هبط اسمع ياش من وين يا كيتوالا ياش قيتو من وين يا مشي تسمع عرج عرج قيد يا كل قيد وكنا راسو فازقة سيداتي أنساتي سادتي من بعد سنة 2020 ومن بعد كورونا ارتفعت الأسعار وكبر التضخم واختفوا بزاف ديال الوظائف وبانوا وظائف جديدة كندير لايفات في تيك توك كنبات صارت الصباح كندخل واحد لقمة العيش تخيل معايا صاحبي المعاطية ولات بيزنس ما أنا متنخافش والناس لقات صعوبة باش تأقلم مع الأزمة والاقتصاد العالمي الجديد اللي ولا نقولوا أنا غندير الكاروسة غيزيو غيديو ليا نقول غندير هذا غيزيو غيديو ليا كيديروا الكراس كيديو ليهم كاين اللي دار فايت كاين اللي هاجر وكاين اللي بدل الحرفة كاملة أنت راجل أنت اللي تقول لك مرتك أنا كنشطح وندور في لا لا أنا تنشطحو أنا وياه وكاين اللي قلبها نصب بواحد ديال اولا سارقه شناهي دابا هادي شي تسرق في البحر وبغا تسرق تسرق شي بنك تسرق شي طياره داكشي علاش كيقول لك المحللين الاقتصاديين ان هاد الازمه هادي ساهمت في ارتفاع معدل السرقه والجريمه هذا اللي كيهضر معاك راه صابو خاون بيسي خاون والله ما خاونو دابا ولد خالتي ولات اي حاجه كتسرق مراتك يشفروها لك شادي طلع عاد يدير ما واجي قلب على هاد الله ينعبو حنا راه ما كندويوش على السرقه العاديه هاد السرقه العاديه ولات بالعلالي داكشي عيان باين راه قارو ما كنكميش راه درهم ما عنديش درهم ما عندكش هاك الفقيرات امك حنا كندويو في الحلقه هذه على الاشياء الغريبه اللي ما توقعش غتسرق ولكن كتسرق كتلقى مراوات كبار في العمر بعقلهم وبجلالبهم كيشفروا في براد اي عزت براد ورا اي وا ديرو تحتها فين خشات الله اعلم شهد نيفو ما بقاوش كيخافوا انا لا اخاف بنادم صاحبي شافر حوته صاحبي حوته ما كاين لا موفيط لا والو الحاره الحوش البحر وتهضر معايا يخرج فيك عيني ولكن عاوتاني بنادم راه ماشي لخاطرو راه ماشي لخاطرو ما انا ما عرفتش منين كتجيبو هاد قله النفس عايشين وسط الجحيم الجفاف ما عندش بوكم قطره ديال الماء وساكتين ما كاينش مشكل غير الطباخ والرش والفرحه انا بغيت غير نعرف شكون اللي سكنكم وعيشكم هاد عيش الدبانه في البطانه وانتم صابرين توب 5 اغرب اشياء سرقات وري شي بوسه في المرتبة الأولى من أغرب أشياء تسرقات الحلوى مي كعكات وغريبة وداكشي كل مرة في البرلمان كتكون دورة تشريعية وكيفتتحها المالي وكيكونوا البرلمانيين لابسين لباس خاص في البيض بيض غادي الصفيفر حمامي اللي حدا الفختي شتي خلي الفختي وحسب ثلاثة ورا هذاك اللي فوق منه هذا الحمامي 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 اي حمامي هذاك هذا المهم في دورة 2018 التشريعية خرجوا البرلمانيين من الجلسة هل اللي محركها بيزنس صافي انا نقول لها عليك الله يبارك فيك مولاي بارك الله فيك سيدي غير سير عنده قول له صيفطني داكشي شكون بارك الله فيك مع السلامة اللي مطايف مع الصحافة ما عندكش حق تصب لنا ما هضرناش معاك وفاة سيدي شغل ما تصورليش لا ما هضرناش معاك حنا الله يرضي عليك ما تصورش كنبان برلماني ياك ايه برلماني ونص تبارك الله عليك السي البرناس ايه وشوية الصحفيين شموا شي ريحة ماشي هي هذيك شموا شي ريحة خارجة من البرلمان شي ريحة ديال الحلوى ده 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 ده
ويلي انا ما عليتش عيني ويلي غزال هذاك اللي فوق الفوق هو منو المشكله ماشي في تخراج الحلوى المشكله في الطريقه ديال تخراج الحلوى كتحس بهم فحال كينزلوا الكوليات من محطه ولاد زيان ماشي مخرجين الحلوى دابا هذا باين عليه هذا شي حلوى انا من نشوف الاولى غيبان لي هذا السيد هذا مر بالسليبات من الشمال شو هاد السيد مسكين شو غا سمعهم خاصهم يلبسوا البيض ايوا مشى دبر الطابلي ديال التكوين ودخل معاهم ولكن مسكين قلبه صافي قلبه بيض حيت الميكه اللي معمره بالحلوى شفافه بحال صندوق الاقتراع ديال الانتخابات السيد مسكين ما عنده ما يخبي اجنو كيصحاب لكم غيركب فهاد البام راه يضرب على رجليه على الدار انا راجل مكاري ولا حونه كتسمع لا 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 هادي راه ماشي طابليه ديال التكوين وهاد الميكات هادو راه ما كيفرقوهمش في البرلمان هاد الميكات راه جابوهم معاهم يعني هاد الناس هادو راه مولفين حتى الهضره صاحبي ودابا راه حنا صيفطاتنا غير واحد الجمعيه قالت لينا جيو نيشان وهو شي تخيبر هذا راه غير كيتخيبر ما ديش عليه انا تنعرف الشفره ديال الحلوى كاينه في العريسيس اش من حلوى وهاد الدجاج على قدها هل هي هذه السيكان هل هي هز... ويلي واش حنا ما عمرنا كنا الحلوى انا بعدا اول مره كنشوف الحلوى كدار في السله واخا تكون جامعه دوره وغياكلوا لهم الحلوى في الاخر اودي غصب راه حنا غنسولوهم استاذ كاين شي حلوى د العام ولا والو وشريف حق الله يجازيك بخير من الاخر موجوده والله الا باين لي انت اكثر واحد غتكون كليتي الحلوى اليوم كعب غزال ولا المهم داكشي كله لوز بعدا ياك البرلماني مسكين الليل كامل هو كيوجد الاسئله اللي غيطرحوا عليه الصحفيين وفي الاخر حطوا ليه سؤال ما كاينش في المقرر اش من نوع ديال الحلوى كليتي كاين شي حلوى اليوم ولا والو هذيك الحلوى راه ما عندها التعلق مع البرلمانيين بعد دابا كانت الحلوى ولا لا كانت ولا لا كانت زوينه ولا لا ممتازه طلع عليا جايه في الصباح كاين شي حلوى اليوم والله الا باقي كد باقي دابا كت انا كيبقى فيا الحال غير من اللي اخبارنا كتوصل للبي بي سي وماشي شي اخبار اخبار كنحس بحال سليباتنا منشورين عدد من النواب خرجوا وهم في لباسهم الرسمي الابيض يحملون اكياس من الحلويات المختلفه بعضهم مسرع باتجاه سيارته الامر الذي اثار سخريه في اخباركم هذا البي بي سي راه فايت عيطوا لي قال لك اسيدي بغينا الراي ديالك الضريبه اللي غدير الحكومه على اليوتيوب نعمل الحلوى انايا الحلوى كانت مزيانه لا الحلوى راه ما هزينا حتى حاجه واه كلنا اللي قسم الله ما هزينا حلوى ما دابا كليتي اهانه كتعيري فينا هذا اللي طمع في الحلوى اش غادي يدير فيك وفيا لانه ملي كطمع في الحلوى هذه عقليه المشكله ما كيديرش خدمته كياكل الحلوى اذا البارح داك المنظر ديال البرلمان غريبه عندنا في البرلمان اميين عندنا في البرلمان ناس فاسدين حتى نتوما تتزيدوا فيها صاحبي واحد جاي لابس لون حمامي من راسو حتى رجلي غيكون جاي يذبح الحاولي مغني في الطرب الغرناطي راه جاي للوليمه فيها شي لافوكا ولكن انا الحاجه الوحيده اللي كتعجبني في البرلمان هو انه ما فيش بارك وكيف ما كتعرفوا في الرباط فيها الزحام وما كاينش فين تحط طوموبيلك فالبرلمانيين كيحطوا الطوموبيلات ديالهم بعيده ومني كتسالي الجلسه التشريعيه كيتمشاو من البرلمان حتى الاخر ديال الشارع باش يمشيو للطوموبيلات ديالهم وكيولي واحد المنظر غريب كيوليو دايرين الديفيلي في الرباط ومعاهم لابسين الابيض كيوليو فحال دوك الدراري اللي كيطلبوا بالالواح ديال القران هو راه ما حافظ حتى سطر وين تخدموا المواطنين مزيان ولا والله يخرج العقيبه بخير نعم اش كتخرب اختا علم تاكلي الغريبه او الغريبه واش حتى خرج ميك الحلوى شاد نتظر منه مازال هل اكلت البغريره او الغريبه ملي يسرق حلوى راه يسرق حاجه اخرى ملي يسرق حلوى راه يسرق البلاد السيد المليونير يقلب على المره الثانيه سيمو الله 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 والله حتى السيد العزيز علي عنده غا شهاده ابتدائيه وحاج ولكن مبلبلها في البرلمان هذا راه هو الظلم ديال البرلمان ديما حاضر كاع الماتشات ديال المعاطي في البرلمان حاضر ليهم هذا هو الانسان اللي كتقراو عليه هي بات القرايه واخا نتوما ما قريتو حتى وزه الانسان اللي ما عندش طموح عايش هكاك كياكل وكيشرب وكيمشي للطواليت كيبان لي ان هذاك بروتوكول دايرينو المخزن باش يوهموا الشعب بان البرلمانيين ورؤساء الجماعه هما اللي كياكلوا الحلوى اما الحلوى راه كتكلم من الفوق ماشي من التحت قلبك طيبه معلم هضره غليظه هادي يا عشير هادك الشيء اللي عندك هنا خرج فيه للصنقه وكولو وسير تبارك سير تبارك في المرتبة الثانية من أغرب أشياء سرقات الزيت البلدية
واش في اخباركم بعدا باللي الاسباني منعات على المغاربه انهم يدخلوا الزيت البلديه بدوات؟ كلشي محل هنا، دخلوا لداخل قلبوا الكرتونات قلبوا هنا كلشي محل. الزيت حاليا راه ممنوع منعا كليا، اطر واحد راه ممنوع بسبب التضخم وارتفاع الاسعار. الزيت البلديه غلات بزاف في الاسبان، فالناس ولات كتدخلها من المغرب سي نورمال. وحتى في الاسبان ولاو الشفاره كيشفروا الزيت البلديه من السوبر مارشي، كيشفروه من السوبر مارشي وكيعاودوا فيها البيع بثمن اقل. كاين واحد العصابه في الاسباني اللي شفرات معمل ديال الزيت البلديه، شفرات تقريبا 56 طن ديال الزيت من المعصاره. دوز ديتينيدوس بور روبار 56 طنلادات ديال الزيت ديال اوليفا فيرجن اكسترا ان اون المعصاره دي كوردوبا. شوف المعصاره في الاسبان كي دايره، والله تتقول غا معمل ديال الفرماج ماشي ديال الزيت. اي تريس بيرسوناس ماس ان سيدو انفستيغاداس بور سو بريسونتا امبليكاسيون. ايوا كحل هذا المشكل ديال السرقه في الاسبان، الناس ديال السوبر مارشي ولاو كيديروا السناس البال ديال الزيت. اي حنا في المغرب الزيت البلديه ارتفع الثمن ديالو، وفي شي مناطق بحال فاس ومكناس وصل الثمن ديالو 100 درهم الليتر، كان كيدير 70 درهم، هذا العام راه غيوصل حتى 90 درهم 100 درهم. سي نورمال الا شفنا الناس كيشفروا زيت البلديه. ها هو هو بيوقف دابا هنا وغيرجع، ها هو يرجع شتيه، ها هو يرجع، ها هو شتيه، هاد بانو شي وفاصو. هادي واحد الزنقه في مراكش، واحد مول الكروسه ديال البيض حاط بيدوزه ديال الزيت البلديه فيها قل من النص، ويدوز واحد الشفار طول في عرض، يقدر هاد الشفار هذا بالصحه اللي عطاه الله يهز الكروسه ديال البيض كامله، ولكن لا هو جاي غير لهاد البوديزه ديال الزيت البلديه. شوف اصاحبي والله الا حق ربي الا قرق ورا فيني. لا حول ولا قوة الا بالله. باينة في مسكين زوفري هاد الشفار ديال الزيت، باينة بغا يغمس. هنا في واحد الهري كبير وعامر بالكليان، ومول الهري على نيتو حاط البواز ديال الزيت على برة الحانوت بحال شي قراعي ديال الخل ولا ديال الجافيل. في نظركم شكون هو الشفار ديال الزيت في هاد الفيديو هذا؟ ملي غتعرفوا شكون هو الشفار ديال الزيت غتصدموا. هذا مواطن لبس مزيان وبين عليه ما خصو تاخر، وهذا اللي تبعته مرات المواطن اللي ما خصو تاخر. الخطه سهله وبسيطه، الراجل غيفانتي مول الحانوت وغيضرك على مراته اللي موراه، ومراته بطبيعه الحال غتبدا تكيل في القراعي ديال الزيت. البوديزه الاولى مشات محمد، البوديزه الثانيه مشات علال، داو ثلاثه ديال البواز ديال 5 لتر. و الا كان الثمن ديال الزيت البلديه كيدير 100 درهم لتر، فهما الضربه ديالهم كانت كالاتي 1500 درهم. نزيدو شي واحد اخر، هرمنا شي واحد اخر. كما كتشوفوا هذا راه الشفار جا عند هذا السيد، هذا راجل كبير في العمر، واحد راجل كبير تبارك الله راه عنده 60 سنه الفوق، وشو الطريقه اللي دار ليه باش يخول ليه بيدو ديال الزيت؟ هادشي كله على بيدو ديال الزيت. كما كتشوفوا في السيد راه بيدو ديال الزيت ها هو فين محطوط. اجي بعدا، علاش الاغلبيه ديال الشفارات زيت البلدي كيكونوا مواطنين عاديين لابسين مزيان ومقادين اولا زوافريه؟ شوفوا الطريقه باش دخلوها. انا غادي ياخذ واحد ثلاثه التفاحات، نص كيلو ديال التفاح، غادي يقول لي عبر ليا باش يشوف واش كاين شي واحد في المحل ولا ما كاينش. هاو شو كاي ديال البيدو، ها هو خذا البيدو ديال الزيت، ها هو حطو حدا رجليه، ها كيشوف الطريق، غادي يشوف واش جاي شي حد ولا ما جاي حد. انا كنقترح على الدوله انها دير البنك ديال الزيت البلديه، اللي عنده شي طروات في الدار يجي صايب كونط عند هاد البنكه هادي، والكونط او الحسابات غيكونوا على شكل سيتيرنات ديال الزيت. حتى من الذهبيه تا هما كنقترح عليهم انهم يشدوا هذوك لي تيوب ديال البلاستيك اللي كيبينوا ويعمروهم بالزيت، ويصايبوا منهم سنيسلات دبيلجات 100 درهم الليترو، وانت كتغمسوا بالخبزه علان. خاص الزيت نبقاو نديوه انا للحمام، تقول لك السل هاك ضرب ليا به مساج 100 درهم الليترو. المخطط الاخضر المنتخب عندنا غادي ماطش ماطش وغادي غادي يمشي للنهائي 100 درهم الليتر.
هاد المره هادي في واحد سوبر مارشي صغير في كازا، وبطبيعه الحال شفار مواطن عادي نقي لابس مزيان ما خاصو حتى خير. من بعد ما ضرب دويره وشاف باللي المحل خاوي، دابا غيبدا ينقل في طروات. زرع يطرو كامل في سروال. شحال تما دابايا؟ واحد زائد جوج زيدو لي جوج اربعة ويلي 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 على اربعة ثلاثة د لي طروات. واش كيصحاب ليكم سالة؟ مازال غادي يرجع مازال. اهلا اهلا اهلا، ابتسم ابتسم للكاميرا ابتسم. كنقدم لك سي محمد كاميرامان. كاميرامان اونشونتي سي محمد، مرحبا مرحبا. وها كيزرع اللور هاد المسخوط هذا. شحال دابا شحال؟ 4 طرويق. غادي نشوفو شحال تيقدر يهز اللور. دابا هاد السيد هذا الا تشد ودخل الحبس بسبب طروات ديال الزيت مع القتاله والقزاره، واش ما خافش يحفطوا عليه بحال شي سرق الزيت؟ واش ما خافش يشدوا البوليس ويرجعوا لمسرح الجريمه ويقولوا ليه دير لنا اعاده تمثيل الجريمه؟ يعطيوه القراعي ويبدا يخشي فيه من اللور. شحال جمع دابا شحال؟ فين وصلنا في الحساب؟ شوف انا الحساب مع الديز مع عندي كومنيزا. ستة ديال القراعي ديال ليطرو أمعلم ما يعادل 600 درهم، إلا باعو بمية درهم ليطرو. لافوت عاوتاني على مول المحل حيت هو حاط القراعي ديال الزيت وما عاطيهمش واحد القيمة، حاطهم عريانين ما ساد عليهم ما والو بحال القراعي ديال الخل. دابا من هنا لقدام غتبقاو تلقاو القراعي ديال الزيت مستفين مع القراعي ديال الشطر، غتبدا تلقى بولبادر وحداه مولات الزيتون. الله يمسخك بنتي، كاين شي زيتون قد هكا؟ واش هذا الزيتون ولاد الله؟ وسير ستر غراسك. واحد مول الزيتون يلاه حط البضاعه بقى جديده، البوز ديال الزيت كيبريو وما يدخلوا عنده واحد جوج ديال العيالات. ناري اصحابي من هذا النوع اللي كيلبس الصابو ديال العظم وكيدوقوا من كل شيء، زيتون تمر والعظم ما كيلوحوش، كيخليو عندهم في الجيب. علاش مارت؟ تاش كدير يا خالتي؟ اش كدير؟ باغا تبولي ولا شنو؟ الراجل قبيله غادي يجي باش يسرق يا طروات. ضرب ليا العيالات ضربه واحده خمسه يطرو. هنا رجعت حيت ما لصقاتش ليا مزيان ما بين الفخاد، حيت هاد التكنيك هادي راه عالمية راه مكايناش غير في المغرب. الطريقة الصحيحة باش ما طيحش لك البوديزا ما بين فخادك، أولا خاصك تفزق المنطقة that is until the woman in عاد من بعد لصق فيها اللي بغيتي، مثلا صندوق ديال الكانيط كاع down and puts an entire crate of beer up her skirt. فوالا هاي شو كيهزات اش هزات داكشي شفرات هاي دارت التاي تحتها اش عندها تحت الله اعلم. اطار هادشي ديال الحوال وصحاب الهري واحد الشاب حصلو كيشفر اتاي يا سراقها عرفت الله يوعدي تبارك الله شي زين. دابا غير تربط الصرا هو الصاك ديالو. هو الصاك ديالو مسكين الصاك هذا ودي فيه الورق. عاش بخير عاش بينيكي عاش فابور ودي فيه الورق. الله يلا عاش فابور على خير عباد الله. لا غتشرب غتشرب لا على طول الله وعليك. في المرتبه
ثالثة من أغرب أشياء تسرقها الحوايج أو الملابس. السرقة ديال الملابس ديما كتكون في الجوامع أو لي فيستير ديال لاصالات، ولكن أكثر السرقة ديال الحوايج اللي كتصور هي ديال الحوايج المنشورين في السطح. يا ربي يكون هو اللي هزهم إلى هو 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 العيالات اللي كنشرو حوايجهم فوق لاكين ديال العمر، واش انتي ناشره زربيه فوق الفتحه اللي كيتنفسوا منها الطواليطات؟ راه الزربيه ديالك غتمص كاع الريحه النهار كامل اللي طالعه. شوف لي كان ديال العماره كيولاو فحال الزاويه، رانا شي شفار اخر. او غيسرق سبردينا شراها، او غيسرق السروال. نقي مع راسك اخ. خدا سروال الجين والجاكيطة ديال الجين وسبرديلة 100% ما غاديش يبيعو. هذا راه جات تكسا من السطح عمل، وحتى نتوما منكم اللي فوت كتبقاو تنشرو حوايج اصورتي مع بعضياتهم. لعب ليه شوية على الدماغ، نشر ليه مثلا سليب مع طاقية، غدا نشر تقاشر مع الصلاية. شي باين كيختار اللبس اللي بغا بشوية عليه، كتشوف الفيديوهات بشوية شيك يختار. هادو ناس ديال العمارة في كازا، من بعد ما تصفروا لهم الحوايج من السطح تصلوا بشوف تي في. شوف تي في دارت كل شيء، قالت لها حاجة واحدة ما دارتهاش، هي أنها تخرج شريحة ديال شوف تي في. تي في رائحة الفضيحة. خويا هاد المشكلة هادا ديما كنلقاو هنا عندنا في البرنوطة خويا، السرقة بزاف. راهي الصباح الصباح وعاد التكريس هنا في القدس. وعندما غوتو وصفار صفار وجارب. هاد السيد هذا اللي كيدوي بشوية هو العساس، كيدوي بحال هكا حيت الصوت مشى ليه بسبب انه كان كيغوت على شي شفار، شفار شي وحده في الحومة. قسم بالله الصفار الصوت مشى ليه، كان تابعينه طمو دورو غوتو وداز عليهم كاملين، ما خليت اسطح تسطح اخويا ما خليت. ايوا علاش صالح هذيك 40 كاميرا اللي في السطح مصورينو من اللور ومن القدام ومن الفوق ومن التحت بحال السكانر وفي الاخر دا الحوايج؟ انا عندي الحل، الحل هو اننا غادي نشدو واحد التيشيرتات ديال الكره فيها ميسي حكيمي ونديرو فيها الجي بي اس، ونشدو هاد التيشيرتات هادو ونخليهم معلقين في السطح يوميا حتى يشفر يشفر ويديهم تاهما، ومن بعد تبعو الجي بي اس وغتشدوه في دارو ناعس لابسه سهله. واش شنو كان بيجامات حوايج مخلطي مخلطي ترى الكراس نتباعو فيهم تاو. تا الكراس نتباعو، ما اسمح تا الكراس نتباعو. هي لك الخدمه اللي شكل بيجامات وانت ودي بيجامه شحال دايره شحال دايره 460 هي طبع في يديها. بيجامات ديال 460 اخويا راه دايرينها دايرينها اخويا دايرين الفتنه. بيجامات ديال 460 راه مع كاليتي ما والو، ولكن اخويا راه كيلبسوهم على نشونات شاركيتري. خلينا شنو كانوا ناصرين؟ وحوايج وفوطات وما كلشي راه كلشي عندك في الفيديو، والتسيد والسليبات ديال التحت ديال التحت داهم لي غايدير بيهم. هاد الشفار هذا غيشفر الحوايج والسليبات وغيخلي هاد الكاشة هادي بوحدها. شو الدري بقى تيبول عليها حتى بيضت، دار فيها التونة كاشة، دار فيها التوحيمة وقطف الشمال. وكاش شنو غيدير بهاد الحوايج هادو؟ شنو عليك تروح فيها؟ حنا نقولو الحوايج يمشي بيهم ياك ماشي مشكل. وكازم تخيلو كاز تخيلو بيهم. هادشي علاش جبدنا الموضوع ديال الحوايج المنشورين على قبل الكراس، اوكي؟ حيت هاد المرتبة الثالثة في أغرب أشياء تسرقات ماشي على الحوايج المنشورين معلم، هاد المرتبة هادي اللي فيها هو واحد خونا جاي مقصد لواحد الدار باش يشفر سليب. والسليب المشرق في السليبات ابعاد عشيري ابعاد ابعاد. السلام عليكم ورحمه الله، بغيتكم تلاحظوا معنا هذا السيد هذا غادي يقوم بواحد العمليه غريبه بزاف. هذا جاي مقصد لواحد الدار، شوفوه اللي عرفوه باش يبلغنا عليه في منطقه بن مسيك.
سمعتها عموما. تمام، هاد الحلقة هادي عامرة بالستيل ديال اصحاب الالواح، كلشي ضارب جلال في هاد الحلقة هادي. المهم الشفار جا حدا الدار ودار راسو كيدوي في التليفون في دماغ واد الزنقة. هاد السيد هذا جاي باش يسرق واحد سليب بيكيني. واش عقلتوا في الحلقة ديال السحارة حصلوا فاش قلت لكم ما تبقاوش تعلقوا الملابس الداخلية ديالكم على برا اولا في السطح؟ عقلتوا انتم عقل السليبات ديالكم ما تبقاوش تنشرون في السطوح، خصوصا السطوح المشتركين، واخا يكونوا مصبنين. وتبعوا معنا الدروس. مصيفطاه شي وحده باش يسرقوا من هنا من الحبل، شوفوا كيفاش غادي يدير. ها مصيفطاه شي وحده، القضية فيها تبخة. ليكون في علمك صديقي، راه واخا الملابس الداخلية كتصبن راه كيبقى فيها الاثار ديالك. هذا الشيء راه علميا جاي قاصد انه يدي واحد البيكيني لواحد الناس ديال واحد الدريه منشور، مع العلم ان السيده اللي منشور لها هذا البيكيني هذا غتسليب. قالت لك كانوا جوج، واحد جديد وواحد قديم، مشى القديم اللي مشرق وداك الشيء هو اللي داه. ها القديم المشرق اللي شبعان عرق، وتاد اختنا هذه اللي ناشره السليب ديالها على برا ومشرق من الفوق، علاش كتقلب؟ انا واحد السيده شفتها ناشره السليبات ديالها في السطح وناشره بيناتهم القديد. شحال من واحد كلا السليبات؟ شوفوا دابا ها هو جبدو، شتي ها هو حيدو من الحبل وخشاف جيبو. ما رسول الله وعليك الى يوم الدين يا الكلب. وسيري شدو النوبة في السبيطار ويقول لك ما عندك والو، انت سبابك غير السليب ديالك المشرق. في المرتبة الرابعة من أغرب أشياء سرقات، الغليق ديال الواد الحار أو الصرف الصحي. الغليق ديال الواد الحار أنواع، كاين اللي كتكون في وسط الطريق، وكاين اللي كتكون في جنب الطريق وغالبا كتكون ديال الشتاء، وكاين اللي كتكون مع الطريطوارات. والأكثرية ديال الغليق ديال الواد الحار اللي كتشفر هي ديك اللي كتكون في وسط الطريق. الوزن ديال هذيك الغلاقة بوحدها ما بين 50 حتى 60 كيلو، والثمن ديال الحديد طلع، يعني الشفار اللي عشفرها غيبيعها ب 3 دراهم أو 4 دراهم الكيلو، يعني غتجيه من 180 درهم حتى 240 درهم في الغلاقة. يعني إلا كان كيكمل حشيش غلاقة واحدة غدير ليه الروشارج ديال شهر. وبتولي هذه انايا هو راه داير القالب، عارف هذه غيديها غادي عبره غيلقى فيها 50 كيلو 60 كيلو، راه كيبيعها ب 60 ريال كيلو. من بعد ما كتشفر هذه الغلاقة ديال واد الحار، الحفرة ديال واد الحار كيولي تلع فيها البنوات والزبل، وكاين الحفرة اللي كينوض فيها النباتات بلا ما ندويو على الناس اللي كيطيحوا فيها. كيطيح عاود، يطيح طوموبيل، طيح اللي كان ماشي السوق، واش تري تروتشيني شو سي؟ قلت لها طريق عادية راه المشوي ديال الماء جيت في الروكار. تنصت لي الكاردا وليت واحد الساعة وانا جالس تعيط على الديباناج اللي جات خرجت. وحدة مسكينة طاحت تما الى الله ما ترسات، غدوز تخشي الكرويدة تما، اش غدير؟ غتوحل، ها انت وحلت. اغلبية الشفارة ديال الغليق ديال واد الحار اللي كيشدو بالبوليس كيطلعو بوعارة، اغلبية ماشي كاملين. حوالي 2 متر في وحده سافر ماروخه ود الحرام. كاين اللي مشاو بعيد وداروا عصابه خاصه بالشفير ديال الغليق ديال واد الحرام. الا لاحظتوا مزيان هاد العصابه هادي ما اكتفاتش بانها تشفر غير الغطايه، ولكن قلعت الساس ديال الغلاقه كامل، يعني هرسات السيمه باش تشفر الغلاقه كامل. الله يرحم ليكم الوالدين، راه كاينه واحد العصابه كيسرقوا الغطايات، الغطايات ديال القوات كيسرقوهم وكيبيعوهم. خاصنا نعرفوا شكون اللي كيشري عندهم هاد الغطايات. الغلاق ديال واد الحار فيهم اسم الشركه والماتريك وحتى التاريخ، يعني اللي كيشريو من عند البوعره هاد الغلاق عارفين الغلاق ديالهم، ولكن كيشريو. في المغرب اي واحد عنده كراجات كبار اولا شي ارض خاويه كيدير بروجي ديال انه كيشري من عند البوعره الحديد والبلاستيك والنحاس والكرتون وزيد وزيد، وكيعاود فيهم البيع حتى هو للشركه اللي كتذوب الحديد وكدير الاعاده ديال التدوير. يعني ما كاينش تتبوع فين كيمشي داكشي اللي كيشفر البوعره. اما على برا 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 وراء البحار كاينين شركات مرخصه من عند الدوله، هذوك الشركات كيشريو من عند البوعره ولكن دايرين لهم شروط، هذه خاصك تجيبها هذه ما خاصك تجيبها. لمن كيديهم يبيعوهم هاد الناس اللي كيشريو من عندهم هما اللي خصهم يتعاقبوا. حتى الناس اللي كيشريو هاد الشيء ديال لافون حتى هما خصهم يتعاقب. تعاقب عليه الشفار وهذاك اللي كيشريهم. الحديد الحاجه اللي هي فيها المعدن كيديوها، قوادس كيديو لينا الكرارس ديال باش كنخدموا هنايا، كيديو داك البرارك ديال العساس اللي لقاوها في الطريق يديوها. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كتهز الغلاقه ديال واد الحار. هذا ما بوعر ما والو، جايب غير برويطه ديال البوطه بحال غيبدل الخاوي.
واصبر بعدا صبر صبر ابتسم للكاميرا. كنقدم لك سي محمد كاميرامان. اه كاميرامان اونشونتي سي محمد. مرحبا مرحبا. وعاون صاحبك اخونا وانت كتفرج فيه. الصدر اللي ميهز الميداليات كيهز القوادس. ولفتو الخنس؟ انتم دابا تبرعوا فيه. عيشوا سيدي فهاد الخنس وفهاد القحط. ما مسوقين ما والو، تقول غا طورتي نينجا. جيب ليها ليزار. هاد التوب هذا تاني مرة كنشوفه. المرة الأولى اللي شفتو فيها كان في البحر مخيمين به شي ناس. يا قوم يا أهل قريش انتهى الصيف. أو 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 هذا هو ولا ماشي هو؟ غطاها مرضي الوالدين غطاها. شو الغلاقة ملي غطاوها بليزار ولات بحال التلفازة ملي كدير المعلم صايبة. وبطبيعة الحال الحفرة اللي غطاوها ولات فخ مدسوس لأي واحد دايز. هاد شوف واش غادي يدير. هاد يلاه كيفاش غادير؟ ناسي الشفرون بونوك ودي الشفر قادوس شفر قادوس ناس شعال. ما تعرف اخويا قدروا يكونوا غيدوزوا من الحفرة للبنكة داكشي ديال لا كاسا دي بابيل. ما تعرف تسي هذيك الهضره كولا معدي من ندير بها انايا. تصحاب راسك حتى هو مجنون. واحد السؤال، علاش البوعاره ما جابوهمش للمؤتمر المناخ ديال الكوب 22؟ علاش فيهم جميع الشروط؟ ما كيخدموش بالمازوت غير كروسه وحمار وكيديروا الريسيكلاج ودابا ولاو كينفسوا القوادس. فهمتش علاش ما جابوهمش دابا ان شاء الله يا ربي. دابا هاد الوصله ديال واد الحار غتنقص عليه ليله كامله ديال الجميع الحديد. راسي حتى هو عنده مصاريف العلف ديال الحمار البنوات والمخالفات في الطريق. وي وديما كنسول راسي علاش البوعاره ما دايرينش ليهم الكاسك. في كازا كتلقى البنتلي وحدها كروسه بحمار. انت غادي بموطور لا كارد بوات لا فيروشات لا كاسك؟ ها الكاسك هاو داك الكاسك كيتحط في الراس ما كيتحطش فوق رجلين. تا هو غطاها مرضي الوالدين تا هو. والجديد دابا الاواخر ديال السرقه هي الغلاقه ديال الضو ديال البوط. فاش كنا صغار واحد صاحبي شفرهم باش يديرهم بروتيج في رجليه باش يلعب كره. مبدع. الاغلبيه ديال الاعمده الكهربائيه محيده لهم هذيك لابواط، هذيك لابواط ديال الحديد، وكيبقاو معرضين حياه المواطن للخطر. تلقى واحد البوطو عريان ما فيهش هذيك الاغطيه ديال السلامه بسبب غياب ديال هذه الاغطيه اللي غالب الاحيان كتتم السرقه ديالها من طرف دوك اللي كيقول المخاله او البعاره. في المرتبه الخامسه من اغرب اشياء تسرقها الباب ديال الدار. هادو الشفاره جاونا مع 12 داو لنا الباب. والله يرحم ليكم ديروا البارطاج واللي عرفهم الله يجازيكم خير. الحي المحمدي حي سعيده جداو لنا الباب. الله يرحم ليكم الوالدين الا ما بارطاج نعرفوا هاد الشفاره شكون هما. مشكله وبنادم عنده تريبورتور وعنده صحته وتيسرق باب ديال الدار. ها هو التريبورتور بيع لي الليمون ولا لافوكا مالك. نقولوا انا غندير الكاروسه غيجيو غيديو ليا. شوف شوف غتخلينا من هاد الفلسفه وهاد الهضره وهاد الشيء ديال قول ليا نقول لك وديك الهضره ديال الخشعه وداك تخلينا نهضروا طبيعيين بحالنا بحال الناس. جاو داونا لنا الباب مع 12 اقسم ولا 12 قسمين. هاد الشفاره الاولين شداتهم الكاميرا على برا وكاين شفار اخرين حتى هما شفروا باب شداتهم الكاميرا من الداخل ديال العماره. الا لصقنا الفيديوهات بجوج غتبان بحال عمليه واحده ديال الشفره. هنا كيضرب على المفاصل ديال الباب واش محلولين ولا مسدودين. المفاصل ديال الباب المحلولين غير كتهز الباب كيتهز، اما المفاصل ديال الباب المسدودين واخا تهز ما كيتحلوش. يعني هذا الباب بالنسبه للشفار غير محطوط. ويلي خونا عاد جا شفرنا بكري.
ولكن اسمح لي عاوتاني، ما يمكنش، راه ما يمكنش السدور ما يكونش عارف هذه القضيه ديال المفاصل ديال الباب محلولين ومسدودين. ياك ما هو اللي كيصايبو محلولين ومن بعد كيصيفط عشرانو يشفروا الباب؟ ممكن ها هو هذا لانجل بيكوان. باب ديال الحديد النص ديالو جاج، يعني غيبيعوه هكاك ما غيبيعوش حديد. غيعاودوا لي غص باغا بشيلو الحمامي يتباع في نهارو. هادي راه لكم الا ديال الشفره ديال الباب الاول، مني لاصقناهم ما تبدل والو، تبدل غير الباب. كانت هذه اغرب اشياء تسرقات في الويب المغربي اللي لقيتها. قولوا لنا نتوما في لي كومونتير شنو هي اغرب اشياء شفتوها او اللي سمعتوا بها انها تشفرات، وما تنساوش اقترحوا لنا مواضيع ديال التوب 5 اللي بغيتو نديرو الحلقات الماجيه. انيمال.